وينضم إلينا الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، ينضم إلينا من بروكسل. دكتور رمضان بعد التحية، يعني كيف ترى اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والمشاركة المصرية فيها؟ أهم النتائج التي قد تصدر عن هذه الاجتماعات بشأن القضية الفلسطينية. مساء الخير. عمليا بداية قوية لوزراء خارجية أوروبا بقيادة جوزيف بوريل الذي أعلى سقف هذه القمة على مستوى وزراء الخارجية عندما أطلق نية الاتحاد الأوروبي بإجراء مبادرة مستقبلية بالشراكة مع المجموعة العربية، وهذا كان قبل لقائه بالوزير سامح شكري صباح اليوم. المبادرة الأوروبية تتحدث عن ضرورة دعوة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية من خلال المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي لتفعيل حل الدولتين وعدم الحديث في عملية السلام مجددا وإضاعة الوقت، تفعيل حل الدولتين وفق مصلحة الأمن والسلم العالميين وإعطاء دولة فلسطينية. حتى لو لم يتمكن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من حضور هذه القمة وهذه المشاركة بهذه المبادرة، هذه المرة الأولى الذي يطالب بها الاتحاد الأوروبي بفرض حل على دول الصراع، ولكن المقصود يبدو أنه إسرائيل. هناك انتقادات كبيرة واضحة لنتنياهو وما صرح به لرفضه حل الدولتين، ومن المعروف أن حل الدولتين هو مشروع أوروبي بالأساس، ودول الاتحاد الأوروبي هي الدول المانحة الأكثر دعما منذ أوسلو إلى يومنا هذا لمشروع السلام وحل الدولتين. تعويل أوروبا على الدور المصري كان واضحا من خطاب أوروبا، من خطاب جوزيف بوريل الذي ردد عدة مرات مع المجموعة العربية، مع شركائنا في مصر، مع شركائنا في المنطقة العربية. هذه رسائل كأن السياسة الخارجية الأوروبية تستنجد بمصر وبالمجموعة العربية، طالما لا يوجد إجماع أوروبي على هذا المشروع أو هناك بعض الدول لا زالت تدعم الرواية الإسرائيلية أو لا تريد أن تغضب إسرائيل. طب دكتور رمضان، يعني ألمانيا قاطرة الاتحاد الأوروبي، يعني لا تزال تدعم إسرائيل بمنتهى القوة ولا تدينها بأي حال من الأحوال، هل من الممكن أن يكون للاتحاد الأوروبي موقف يعني مغاير للموقف الألماني على سبيل المثال؟ في النهاية هذا زخم أوروبي كبير له اعتبارات سياسية كبيرة، وألمانيا هناك تغير كبير في موقفها. كما تذكرون في بداية الأزمة بعد 7 أكتوبر كان هناك دعما سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا ألمانيا. اليوم هناك حتى لوزير خارجية ألمانيا اليوم تحدثت على أن الحل المقبول للجميع هو حل الدولتين، ولكن لا تريد ألمانيا أن تمارس ضغطا على إسرائيل. ورئيس خارجية لوكسمبورغ الذي قال على الإسرائيليين أن يفهموا إذا كانوا لا يقبلون بحل الدولتين فسوف يجدون أنفسهم معزولين. بلجيكا تقرر بأنها سوف تذهب أو تدعو إلى دعم مشروع جنوب أفريقيا أمام المحكمة العدل الدولية. أسبانيا تطالب بالاعتراف بدولة فلسطينية. هناك مواقف أوروبية، ألمانيا لا تستطيع أن تقفز فوق كل هذه المواقف كثيرا. يمكن أن تتحدى، يمكن أن تقدم الدعم الإسرائيلي، ولكن هناك تراجع كبير في حجم الدعم المقدم السياسي من ألمانيا ومن غيره لإسرائيل. عمليا عندما يقوم جوزيف بوريل بدعوة أمم متحدة وولايات متحدة إلى جانب مجموعة عربية من خلال الاتحاد الأوروبي لمبادرة جديدة أقرها أو طالب بها البرلمان الأوروبي الأربعاء والخميس القادم في ستراسبورغ، أعتقد أن هذا يضعف قوة دعم ألمانيا إلى إسرائيل، وهذا هو الذي أغضب كثيرا وزير خارجية الإسرائيلي الذي لم يجد ما يرد به على هذه المبادرات المتفق عليها عالميا، حيث أن إسرائيل تظهر كأنها معزولة سياسيا، فقدت الحليف الأوروبي الذي كانت من خلال منبر الاتحاد الأوروبي تنشر الأكاذيب وتتهم الفلسطينيين. اليوم تجد أن هذا المنبر يطالب إسرائيل بالالتزام بقرارات المجتمع الدولي. اليوم دولة مثل مصر مرحب بها وأصبحت مطلبا للاتحاد الأوروبي وللأمم المتحدة كعنصر استقرار، خاصة بعد مؤتمر السلام الذي أقامته مصر قبل شهرين وطالبت فيه أو عبر الرئيس السيسي طالب بما يطالب به الأوروبيين الآن. هذه هي أعتقد التوازنات التي لم تعد في صالح إسرائيل في السياسة الدولية وخاصة في المؤسسة الأوروبية. أشكرك جزيل الشكر دكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، كنت معنا هاتفيا من بروكسل.